أهلا وسهلا فيكم طلابنا الأعزاء في مساق ماجيري أكاونتينج. اليوم رح ناخذ الجزء الثالث من الموضوع الخاص في الـ Variable Costing and Segment Reporting Tools for Manager الشطر السادس. طبعا في البداية كنا اتكلمنا في الفيديو الأول إيش المقصود في الـ Variable Costing، وتكلمنا على Absorption Costing ووضحنا كل واحدة من النقاط ايش التعريف تبعهم. بعدين دخلنا على النقطة الثانية how to make the contribution income statement according to both of these techniques. وضحنا انه في الـ variable costing بنهتم اكتر ان في الـ variable cost في الـ product cost في الجزئية فقط تبعت الجزئية الـ variable، هي بتاخد فقط جزئية اللي هي variable direct labor direct material and variable manufacturing أو variable portion من ال manufacturing overhead، بينما إنه في absorption تأخذ اللي هو both of variable and fixed manufacturing overhead. بعد كده انتقلنا لنقطة تانية تكلمنا على ال advantages تبعت ال contribution income statement وال variable costing، وتكلمنا على اللي هي الجزئية الخاصة في supporting decision making وكيف إنه نعرف حاجة اسمها traceable fixed cost and common fixed cost. وضحنا ايش هي التريسبل فيكس كوست اوف سيجمنتس لما نيجي نعمل اللي هو السيجمنت انكم ستيتمنت اند كونتريبيوشن ابروتش، عشان نفهم اللي هو التريسبل فيكس كوست واللي هنكمل في هذا الفيديو في نفس الجزئيه هذه. التريسبل فيكس كوست اوف سيجمنتس از ا فيكس كوست ذات از انكيورد بيكوز اوف ذا اكزيستنس اوف ذا سيجمنتس. في وجود السيجمنتس هذه بتكون موجودة، بنقدر انه مباشر نعملها دايركتلي على هذه السيجمنتس نرحل عليها. اذا كان هنا if the segments had never existed the fixed cost would not be incurred في هذه النقطة او في هذه الحالة. بينما نتكلم على common fixed cost، ال common fixed cost is the fixed cost that supported the operations on of more than one segments. ما بنقدر طبعا نوحدها او ما بنقدر انه نعملها traceable على هذه النقطة، but is not traceable in all or in part to any one segment. ما بنقدر نعرف على اي segment بدنا نشتغل فيها في هذه النقطة. اليوم بدنا نكمل في نفس الفيديو او في نفس الموضوع، وبدنا نيجي نعمل اللي هو identifying the traceable fixed cost ونرحلها على هذه النقطة. بس كمان مرة بنأكد على نقطة انه traceable fixed cost can become a common fixed cost. طبعا كل ما حكينا كل ما بنعمل segments as smaller 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 في هذه الحالة هيصير عندنا الـ common cost هتصير أوضح، مش هنقدر إنه نعدل فيها في هذه النقطة. اليوم بنكمل في هذا الفيديو في الـ segments income statement أو segmented income statement، بنعمل هنا decision making على جزئية اللي هي break even point analysis. إحنا اللي مهمنا كمان إنه أي line نشتغل عليه أكتر أو أي line ممكن نركز عليه أكتر من خلال إنه نشتغل break even point لكل segment، ممكن إنه نيجي نوحد هذا الكلام. سابقا كنا تكلمنا على break even point for multi production ووضحنا كل واحدة ليش لازم يكون فيها، بس لو احنا بنتكلم في نفس الشركة اللي عندنا بدنا نشتغل as a segment هنطبق على نفس المعلومة او على نفس النطاق في هذه النقطة. طبعا هنا في اي شركة prepares contribution format segment income statement it can use the statement to make decision and perform break even point analysis. عشان نطبق هذا الكلام ك break even point analysis نقدر ناخد ال decisions هنا بنعمل compute لل company wide and segment break even point for a company with traceable fixed cost. مرة هنطبق فيها جزئية traceable fixed cost، فهناخد ال break even point لل وال كومباني وبعد كده ناخذ از سيجمنت. ليتس تيك ذيس كيس. ذيس كيس بنتكلم على انكم ستيتمنت لا بريك ايفن بوينت اناليسيس بدنا نشتغل عليها. فور تلفزيون اند كمبيوتر ذا سيم كيس ذات وي تيك بريفيوس. وي تيك بريفيوس ان التي في كانت 3000 دولار از سيلز وال كمبيوتر 200000 دولار. التوتال تبعهم كان 500000 دولار. فاريبل اكسبنسز 150 بلس 80000 بيطلع لنا 230000 دولار. كونتريبيوشن مارجن بيطلع 270000 اللي هو مجموع الاثنين. بعد هيك عملنا تريسبل فيكس كوست او تريسبل فيكس اكسبنسز وزعناهم للاثنين وطلع لنا اللي هو ديفيجن مارجن لكل سيكشن او لكل سيجمنت من هذول السيجمنتس الموجودين معانا. حسبنا الكومن اكسبنسز 25000 دولار. للنت اوبريتنج انكم في الاخر بيطلع لنا 75000 دولار. خلينا ناخذ الكيس تبعنا كالكوليت ذا كومباني وايد بريك ايفن بوينت. طبعا فاكرين المعادله تبعت البريك ايفن بوينت اذا كنتوا فاكرينها ولا لا؟ اوكي. بريك ايفن بوينت ايكوال فيكست كوست او فيكست اكسبنسز ديفايد كونتريبيوشن مارجن از ا يونت. اذا احنا بدنا نطلعها بريك ايفن بوينت از ا يونت
او contribution margin percentage او ratio اذا بدنا نطلعها as a dollar. خلنا نطبق هذا الكلام. احنا عندنا fixed cost expenses قد هي قيمة حناخد من التنتين 170 ولا ل 25,000 ولا حناخد التنتين؟ طيب بما انه بنتكلم على الوال كومباني اذا في هذه الحالة حناخد الباث اوف كومون الكومون كوست اند التريسبل فيكس كوست. اذا الكومباني وايد بريك ايفن بوينت is computed by division or dividing the sum of the company traceable fixed costs or fixed expenses plus common fixed expenses by the company overall contribution margin ratio. هنقسم هذه المعادلة من وين نجيب من ال 45 ال 54% او 54% هنا من خلال احنا قسمنا هنا contribution margin او division margin divide عفوا اللي هي contribution margin اللي هي 270 دولار divide 500 دولار بتطلع قيمة 0.54% هذا القيمة اللي قسمناها وطلعت البرسنتج عندنا break even point. احنا لازم نبيع sales تبعنا يكون بقيمة 361,111 دولار. احنا حاليا بنبيع 500,000 دولار فاحنا الحمد لله عندنا safety of margin. احنا هنا عشان نقدر نبيع لازم نغطي على الاقل 361,000. هذا as a wall company. لو احنا بدنا نطبق نفس الكلام as a segmented كيف بدها تكون المعادله بهذه الحاله؟ على نفس المعادله بدنا نشتغل calculate break even point for each business segment لكل segment من اثنين for television and computer. طب قديش نبيع من التلفزيونات حد ادنى وقديش نبيع من الكمبيوترات حد ادنى عشان نقدر نحكي انه نحقق break even point وما نخسر في هذه الشركة. نفس الكلام بدنا نيجي نطبق بس بدنا في نقطة. احنا هنقسم هنا نفس المعادلة اللي هي الفيكس اكسبنسز او الفيكس كوست ديفايد الكونتريبيوشن مارجن ريشيو. كونتريبيوشن مارجن ريشيو اللي هي الكونتريبيوشن مارجن ديفايد اللي هي السيلز. طبعا بس بدنا نقطة ناخد ال 90,000 دولار للتي في وال 8 للكمبيوتر ولا ناخد ال 90,000 بلس 25,000 دولار. ناخد مجموع هذول الرقمين 80 زائد 25. يعني حكينا بما انه بدنا نشتغل لكل سيجمنت اذا بدنا ناخذ فقط الجزئيه اللي بتخصها من الفيكس اكسبنسز. بالتالي احنا هنا في البريك ايفن بوينت فور تي في حنقسم 90,000 دولار على ال 5% او اللي هي 50% اللي قسمناها هنا 150 ديفايد 300,000 دولار بتطلع لنا هنا لازم نبيع بقيمه 180,000 دولار على الاقل اتليست تو ميك بريك ايفن بوينت لا نخسر ولا نربح في هذه الحاله. نفس الكلام لو طبقناه على الكمبيوتر ديفيجن او الكمبيوتر سيجمنت نفس الكلام قسمنا ال 80,000 دولار ما خدناش الكومون اكسبنسز هنا. ليش؟ لانه بس بناخذ التريسبل فيكس اكسبنسز لانه هي هذه اللي بتخصها فلازم انا نبيع على الاقل 133,333 دولار وبرضه قسمنا اللي هي 60% هنا اللي هي 120 ديفايد 200 اللي هي هذه القيمه ديفايد قيمة هذه. إذا هنا بدنا ننتقل لنقطة إنه في البيزنس سيجمنت البريك إيفن بوينت إز كومبيوتد باي ديفايدينج إتس تريسبل فيكس إكسبنسز فقط ما بناخدش الكومن إكسبنسز في هذه الحالة باي إتس كونتريبيوشن مارجن ريشيو لكل حالة من الحالات اللي موجودين معانا. إذا بنأكد هنا ال 25,000 دولار في الكومباني وايد كومن فيكس إكسبنسز آر إكسكلودد فروم ذا سيجمنت بريك إيفن بوينت كالكوليشن ما بناخدها في الحسبة. ليش؟ لأنه الكومن فيكس اكسبنسز هنا are not traceable to segment and are not influenced by segment level decisions. مش قادرين نعرف هذه على أي segment نرحلها وبالتالي مش هتقدر ناخد فيها قرار إنه هذه بتخص segment معينة فلو لغيناها بتكون في هذه النقطة. طيب خلنا نكمل في نفس الموضوع هذا ونكمل على نقطة مهمة جدا اللي هي الـ omission of cost. الامشن اوف كوست اللي هي العلاقه في الفاليو تشين او اللي هي كل الكوست الموجوده معانا هنا الكوست اساين تو سيجمنت اللي نقدر نرحلها should include all costs attributable to that segment from the company entire value chain لكل العمليات اللي بتخص الشركه بس اللي نقدر نرحلها على قسم معين زي ريسيرش اند ديفلوبمنت ار ان دي اذا بنقدر نرحلها على البند او اللي بخصها في هذه الحاله بتروح زي البرودكشن ديزاين مانيفاكتشرنج ماركتنج ديستريبيوشن اند كاستمر سيرفيس هذه كلها هي الفاليو تشين اللي لها الفاليو تشين اللي لها علاقه في الكوست لتوصيل البرودكت من البدايه لغايه نهايه لعند ما يصل لعند الكلاينت الموجود معانا. طيب مرات بيكون في عندنا تطبيق اللي هو الطريقه الخاطئه هنا الان ابروبريت ميثود اوف الوكيتنج كوست امونج سيجمنت وهنا مشكله. ليش مرات ما بنقدرش انه نعمل اللي هو التريسنج للكوست الموجوده معانا؟
الفيلر تو تريس كوز دايركتلي. ليش؟ لأن الكوز ذات كان بي تريس دايركتلي تو سبيسيفيك سيجمنت اوف ا كومباني شود نوت بي الوكيتد تو انذر او تو اذر سيجمنتس. هنا في مشكله مرات كتير انه بنحط بعض التكاليف اللي احنا عارفين انه بتخص سيجمنت معين من ممكن نرحلها على سيجمنت ثاني، وهذا الكلام لا يجوز. ليش؟ ممكن عشان انه هناك في ارباح اعلى فبنخفض شويه من الارباح، وهنا في ارباح اقل فبنزود شويه هنا في الارباح. هذا الكلام مرفوض كليا، لازم انه يكون كل واحده بنعملها تريسبل للسيجمنت الخاصه فيها فقط، حتى لو كان في خساره في هذه السيجمنت. كمان طريقه البيز اللي بدنا نعمل فيها هنا الالوكيشن، مرات بيكون في inappropriate allocation base. كيف يعني؟ some companies allocate cost to segments using arbitrary base بناء على تقييم متحيز او بناء على اساس متحيز. هذا الكلام مرفوض، ان انا بزود هنا زي ما حكينا في سيجمنت في عنده ارباح بزياده وسيجمنت عنده ارباح كتير قليله، بزود اللي هي بعمل الوكيت لجزء من الكوست هذه تريسبل على السيجمنت الثانيه عشان ازود ارباح هنا واقل ارباح هنا، فنعمل هنا بالانسنج. هذا الكلام مرفوض، الكوست هنا should be allocated to segments only فقط اذا كانت the allocation base actually drives the cost being allocated. اذا احنا فعليا متاكدين انه هذه الكوست بتخص هذا السيجمنت، في هذه الحاله ممكن نعملها تريس على السيجمنت هذه او على القسم اللي بنتكلم عليه. كمان common cost on segments، في كمان بعض البوينتس لازم ننتبه لها، ان الكومن كوست shouldn't be arbitrary او arbitrarily allocated to segment based on rational that، بمعنى انه someone has to cover the common cost، لازم انه يتغطى اللي هو القيمه هذه. وهذا الكلام مرفوض طبعا، ما نقدرش انه نعملها تقييم متحيز او تخصيص متحيز لقسم معين. ليش هذا الكلام؟ because we have two reasons هنا. النوع الاول او الريزون الاولى that this practice may make a profitable business segment appears to be unprofitable. زي ما حكينا انه عندنا قسم كتير فيه ممتاز او كتير فيه ارباح ومغطليش اياه، او بين عندي انه ارباحه كانت اقل في هذه الحاله. الريزون الثانيه اللي بنتكلم عليها في هنا الموضوع، انه allocating common fixed cost forces managers to be held accountable for the cost they cannot control. كمان هذا في نقطه ثانيه، انه عمليه التخصيص للcommon fixed cost اذا كانت كبيره بتجبر بعض الناس هنا انه يكونوا محاسبين او مسؤولين. انت ليش مش قادر انك تعمل عليها رقابه الcommon اللي هي common expenses او common cost او common fixed cost؟ هذه نقطة، انه كل ما كانت اكبر كل ما كان انه انت مش قادر تسيطر على المصاريف تبعت القسم او تبعت المشروع تبعك. فكل ما تقدر انك تقسم لسيجمنتس اكتر، كل ما تقدر تعمل تخصيص اكتر traceable، بالتالي بتخفض من عملية نعمل controlling اكتر على هذه الكوست نقدر نخفضها. خلينا ناخد cases جديدة ونتكلم في هذه الحالة كيف بدها تكون العمليات في حالة common cost the common cost and the traceable cost. We have هنا اللي هو Lakeshore Company أو اللي هي Hoglands Lakeshore Company، هذا عبارة عن مطعم. عندهم اللي هو two segments برضو، عندهم اللي هو restaurant وعندهم اللي هو البار كافيه اللي هو الكافيه تبعهم. عندهم السيلز total sales $800,000 بنقسم ل restaurant $700,000 and $100,000 for bar أو بار كافيه. variable expenses كانت $250 و60 بيطلع هنا $310. contribution margin محسوبة $490 وزعت 2. traceable fixed expenses برضو موزعة 2. all common expenses $200 بيطلع هنا صافي $44,000. طيب السؤال، assume that this company prepare its segment income statement as shown، زي ما احنا شايفين هنا. هذا الكلام لو بدنا نطبق عليها الآتي في هذا السؤال، هي كمان مرة المعلومات عندنا. How much the common fixed expenses of $200,000 can be avoided، ممكن نتجنبها by eliminating the bar. لو احنا لغينا هذا القسم البار، قديش ممكن نخفض في الكومن اكسبنسز؟ none of it some of it او all of it. بمعنى لو لغينا البار هذا السكشن تبع البار هذا ال 200,000 هذه $200,000 قديش ممكن تتخفض؟ طب احنا اتفقنا تو انه الكومن اكسبنسز هذه مش قادرين نحدد هل هي للبار ولا للريستورانت، فبالتالي سواء شلنا البار او شلنا الريستورانت
مش هتفرق كتير موضوع 200,000، لانه هي هتبقى موجوده، لان مش عارفين بالظبط هذه لمين راح تكون. بالتالي الاجابه هنا هتكون none of it. ليش؟ لان الكومن فيكس اكسبنسز cannot be eliminated by dropping one of the segment، مش قادرين نحطها على segment معينه او على قسم معين. هذا كان اول سؤال عندنا. الكيس الثاني، suppose square feet اللي هو بدنا نشتغل على المساحه، هلقيتها. suppose square feet is used as the base for allocating the common fixed expenses، بدنا نقسم ال 200,000 بناء على مساحه المكان of $200,000. how much would be allocated to the bar if the bar occupies 1,000 square feet and the restaurant occupies 9,000 square feet. إذا كانت مساحة البار أو الكافي بار 1000 متر بينما المساحة الثانية 10,000 متر أو قدم مربع، 1000 قدم مربع والثانية 10,000 قدم مربع. هل إذا صارت الموضوع ممكن إنه تتوزع؟ بمعنى ممكن نوزع $200,000 200,000 على 1000 متر أو 1000 قدم مربع و200,000 على 9,000 قدم مربع ممكن نحسبها. بالتالي لو جينا قسمناها $200,000 divide 1000 square feet ممكن تطلع لنا القيمة. We have four choices: $20,000, $30,000, $40,000 and $50,000. الإجابة أكيد واضحة هنا وسهلة، هتكون إجابة $20,000، إنه قسمنا ال 200,000 على 1000 طلعت القيمة هنا 10 أو 10 القيمة. The bar would be allocated 1 in 10 of the cost أو $20,000 في هذه القيمة. هيك صارت ممكن ان نعمل هنا allocated للقيمة اللي موجودة معنا بالمبالغ الموجودة. تعالنا كمان سؤال. If Hoglands allocates its common fixed expenses to the bar and restaurant، عملنا لها توزيع وقسمناها على التنين. What was the reported profit of each of them؟ هلقيت ال 200,000 وزعناها 20,000 على البار والمتبقي بدها تروح على الريستورانت اللي هي ال 180,000. خلينا نشوف عاد. هلقيت هي التوزيع الجديدة صارت distribution، لا اللي هي ال $20,000. كان عندنا هنا 14,000 في الكيس في الأول، قيمة اللي هو segment margin، وكان عندنا هنا 230,000 هنا كانت segment margin في هذه الشركة. total طبعا 244 أو 244,000 والصفة 44. إذا هنا لما نيجي نخصمها لقيتها وزعنا اللي هي ال common expenses اللي هي ال 200,000 10% على القيمة اللي هي $20,000 و 90%. لاحظوا انه البار هلقيتها هنا صار عندنا النت اوبريتنج بطلت في بروفيت، صار في لوس هنا، لانه 14,000 اللي هي المارجن او السيجمنت مارجن ماينس الكومن اكسبنسز المتبقية اللي هي $20,000 طلع عندنا لوس بقيمة $6,000، بينما الثانية طلع عندنا بروفيت بقيمة $50,000. التوتال تبعهم هو نفسه ال $44,000. طب عندنا سؤال. الكيس تبعنا، do you think that the bar should be eliminated or not؟ انتوا ايش رايكم؟ نلغي البار لانه طلع عندنا خساره هنا ولا لا؟ في حال انه قررنا انه نلغيه ما ينفعش نحكي اه او لا مباشره، لازم نعمل هنا كمان كالكوليشن جديده ونيجي نحسب انه قديش بده يضل عندي في القيمه الموجوده. في حال انه لغيناه عملنا له elimination لا البار سكشن او البار سيجمنت هنا، بدنا نيجي ناخذ قرار ونشوف، ما ينفعش نجي يحكي يس or no. الإجابة بدها تكون no طبعا. ليش؟ احنا حاليا قبل ما نعمل elimination او eliminated لا البار سيكشن او البار سيجمنت كنا بنحقق $44,000، بينما هلقيتها the profit was $44,000 before eliminating the bar. if we eliminate the bar profit drops to $30,000. كيف طلع $30,000؟ اللي هي المعادلة كمان مرة اللي هي كانت 230، حنبطل نطرح من 180 فقط، هنطرح $200,000 اللي هي كل الكومن اكسبنسز. فبالتالي راح يصير عندنا لما نيجي نطرحها $230,000 اللي هي سيجمنت مارجن ماينس كل الكومن اكسبنسز اللي هي 200,000، صاير عندي فقط النت اوبريتنج بروفيت 30,000 او $30,000 بدل ما نتكلم على 44. يعني احنا كنا هنا صحيح انه في عندنا لوس في البار، بس احنا كنا بنحقق ربح اكثر في حال انه لغيناه البار، مع انه كان يبين انه خساره، بس البار كان بيتحمل جزء من الكومن اكسبنسز، فبالتالي السيجمنت الثانيه كانت بتغطي اكثر من القيمه اللي موجوده معنا في هذه الحاله. اذا مش دائما انه احنا لما نيجي نخسر في سيجمنت معين انه لازم نلغيه، لا لازم نعمل حسبتنا نشوف هل انه السيجمنت وجوده
ممكن يخفض من قيمة الكومون اكسبنسز، فبالتالي بيزيد عندنا الربح، او ما بغطيش هذه القيمة. وهذا هو ميكينج ديسيجنز اللي احنا بنتكلم، لازم قبل ما ناخدها نحكي او لا، ما نستعجلش او نستعجل، لازم نعمل حسبتنا ونشوف في هذه المعادلة. هذه الديسيجنز بشكل عام اللي احنا كان لازم نشتغل عليهم، ونقيم الشغل تبعنا او التقييم تبعنا. بما ان في نقطتين اللي هي البوينت الاول اللي بنتكلم عليها او نقطتين هنا، طبعا بنتكلم على الكومباني وايد انكم ستيتمنت، بناء على انه لازم ننتبه لشغله انه الانكم ستيتمنت في الشركات لازم تكون اكوردنج تو جاب، اذا بنتكلم على امريكان او بنتكلم على الاي اف ار اس. Both of them، سواء كنا بنتكلم على الجاب او الاي اف ار اس، require absorption costing for external report. وهذه نقطة مهمة، انه لازم نحط كل الكوست اللي موجودة معانا بتبين معانا في هذه الشركة. طبعا اذا بنتكلم على absorption cost، since absorption costing is required for external reporting، وهذا تكلمنا عليه في الفيديو الاول، بالتالي most companies also use it for internal reports rather than incurring the additional cost of maintaining a separate variable cost system for internal reporting. بدل ما يعملوا قائمتين، كل قائمة مفصلة ويقعد يفصل ويقعد يحسب ويعمل قائمة كتير مختلفة عشان ياخد decision، لا خلاص بيستخدم الـ absorption costing مع بعض التوضيحات بعد هيك في disclosure عشان ياخد making decision as internal uses. البوينت الثاني اللي بنتكلم عليها هنا او الجزئية الثانية هنا، انه as a variable versus absorption costing، بدنا نعمل summary ملخص لكل الكلام السابق، انه في الابزوربشن كوستنج هل ايه هنا تعمل فيكس مانيفاكتشرنج كوست ماست بي اساين تو برودكتس تو بروبابلي ماتش ريفينيو اند كوست. وهذه نقطه كثير مهمه، لانه انا بتبين لي كل الكوست اللي موجوده معايا، بينما الفاريبل كوستنج بتبين هنا الفيكس مانيفاكتشرنج كوست ار كاباسيتي كوست اند ويل بي انكور ايفن if nothing is produced. وهذا هتبين معانا، لانه variable costing نرجع من عيد انه هي مربوطة بالاساس affected by sales مش by produce units. فهذه هي النقطة الاساسية او النقطة الاولى، فبالتالي احنا هنا بنركز على ال absorption costing، لانه هنا مربوطة على اللي هي كل البرودكت الموجودة عندنا او كل البرودكتس الموجود سواء كانت sales or not sales. كمان النقطة الأخيرة بدي أتكلم فيها وأختم الشغل تبعي، إنه الـ companies must report segment results to shareholders using the same method، سواء بنستخدم على النقطتين أو الشغل هنا that are used for internal segment reports، لأنه هنا بدنا نطبق اللي هي القوائم المالية ونبين كل التقارير تبعتي. وهذا الكلام بديني متطلبات إنه لازم يكون عندي هنا motivates managers to avoid using the contribution approach for internal reports purpose. ليش هذا الكلام؟ انه خلص هنستخدم اللي هو الابزوربشن كوستنج بما انه هي حتنطبق في كل الجهات، فبالتالي بنحاول يتجنبوا مدراء الشركات اللي هي الطريقه هذه او المعادله هذه. ليش؟ لانه اذا كان if they did الطريقه تبعت اللي هو الفاريبل كوستنج، they would be required to اول شيء share this sensitive data with the public، وهذا الكلام مرفوض طبعا، ما ينفعش انه يشاركوا البيانات الخاصه او اللي بيانات الكوست مع العامه. الشغله الثانيه لازم يعملوا دائما كونسليشن او ريكونسليشن في البيانات تبعتهم، لازم يكون ريكونسايل ذيس ريبورتس with applicable rules for the consolidated reporting purpose. لازم في كل حالات انه بدهم يرجعوا يعدلوا البيانات تبعت الفاريبل كوستنج بما يتناسب مع الابزوربشن كوستنج في الاخر، لانه لازم تطلع كل الكوست تبعت هذا البرودكت في الاخر. عشان هيك طريقه اللي هي اذا بنتكلم على external uses او اليوم الناس كلها بتستخدم، اللي هي الشركات بتستخدم اللي هي absorption costing، لانه هي خلص بتغطي التنتين وهي الاسهل وهي حتكون مطلوبه للشركات للفاينانشال ريبورتنج في الاخر. هيك بنكون خلصنا هذا الشابتر الخاص في variable costing and segment reporting tools for management أو tools for managers. If you have any question, please put your comments or put your question in this video or by email عشان نجاوب على هذه الأسئلة. معكم أحمد عفيفي ويعطيكم العافية.